عاصم السلحدار مات قبل ما يوصل المستشفى، ومصطفى رفعت وكمال خلة اتصابوا وفي حالة خطرة. طب ليه؟ واضح ان عاصم هو اللي كان مرصود، ومصطفى وكمال اتصابوا لانهم كانوا موجودين معاه. انا هروح لهم المستشفى. مش ممكن يا ماما، دول لسه في العمليات، وحتى لو خرجوا الدكاترة والبوليس هنعوا الزيارة. على الاقل نبقى جنبهم عشان نطمن. انا هروح انا، واول ما الاقي فرصة هتصل بيك واطمنك. عاصم ممكن لو سمحت يا مدام تفضلي تانية دراعها لحظة؟ عاصم اخويا عاصم يا حبيبي يا عاصم. هي هتنام دلوقتي فترة طويلة. وحني يا عاصم. بعدها هتبقى كويسة ان شاء الله. انهيار عصبي يا دكتور؟ لا ما حصلتش، هي مجرد صدمة. وعموما اذا احتجتولي ادوني تليفون. اتفضل. ربنا يطمنكم عليها. مسكين يا خالي، كان قريب مننا قوي، كنا بنحبه ومتعلقين بيه من صغرنا. انا اسف يا استاذ عادل. اسف ليه؟ انت دخلك ايه يا استاذ حازم؟ انا اللي جبته من باريس لطياره بهران، كنت حاسس بجو مريب من البدايه. في واقعه محدده حصلت، كان لازم اعرف منها مدى الخطر اللي بيتعرض له حازم بيه. وقعت ايه؟ والمهندسين بيفحصوا الطياره في اورلي، جه واحد من رجال البهرام وكان معاه طرد هنشيله معانا، وفي اخر لحظه لحقوا روجيه جولدمان. روجيه جولدمان ده مساعد بهرام واهم واحد في رجالته، وسمعت الودان بيقول له بلاش الطياره، مندوبنا في مصر هينفذ المهمة. طب وده معناته ايه؟ ملوش غير معنى واحد، انهم كانوا ناويين يفجروا الطيارة، وفي اخر لحظة والسبب انا معرفوش غيروا خططهم. عندك المعلومات دي كلها وساكت؟ انت لازم تنزل حالا تبلغ البوليس. ايه في ايه؟ مالك يا عادل؟ من غير ما تطلب مني يا عادل، انا ناوي ابلغهم، بس بعد ما ارجع من رحلتي من باريس بكرة. لازم احاول اجمع اكتر معلومات ممكنه. انا مش فاهمه حاجه، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ يا عليك يا بجد، وقال ايه كنت عاوز احوش واتريه يا امه، كان حاسب بقضاه وجاي يودع اخته. عادل بيه موجود؟ ايوه يا بيه اتفضل. انا اول ما سمعت الخبر جيت على طول. الباقي في حياتك. حياتك بقى. الباقي في حياتك مدام زهره. متشكره قوي يا استاذ عادل. الباقي في حياتك. الله يبقي حياتك. أنا آسف، المفروض إن أنا كنت أبارك لكم، بس الوقت مش مناسب. علي تعال نكلم أبويا ونبلغه. يا خسارة يا خسارة. أدي واحد كمان سابنا، الدنيا مش بتاعتنا. كان يغيب يغيب، ومهما اكون زعلان منه مجرد ما اشوفه احس في لحظه ان رجعت الايام الجميله، ايام ما كنا بنتفتح للدنيا. مش عارف اقول لك ايه يا سليم، في لحظات الكلام فيها يبقى إهانة للمشاعر النبيلة، مفيش أنبأ من مشاعر الحزن على إنسان عزيز. حاول تسوني لوقته. سيبيني يا حبيبي، سيبيني كمل. سليم انا نازل مصر دلوقتي، خليك راجل وخلي بالك من ماما.
اطمن يا بابا. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. المهم نعمل الواجب ونعزي الست. يلا جرب خش على الحريم جوه وخدي فلطه معاك. خش جوه وانت هتور. تعالى يا فراهم. بقول لك ايه، حلو برضو ان الخد مشي، خلينا احنا ناخد برضو العزا على رواقه زي ما بيعمل سليم واولاده الاثنين الجعرات اللي واقفين دول. شكر الله صحيكم. انا يا سيدي شكر الله صحيك. شكر الله صحيك. الف سلامه. سلامه ما نجيلكش حاجه حلوه. الف سلامه. سلامه. شكر الله صحيك. ايه دي؟ ايه دي؟ امال قاعدين في ايه؟ فين؟ مين اللي بيقرا الصور دي؟ ما فيش حد بيقرا يا باشا، ده يظهر مدورين كاسيت. ايه؟ كاسيت؟ بقى المرحوم يفضل طول عمره بيتعامل كراجل، يوم لما يموت يعملوه كاسيت؟ بقول لك ايه يا ولد؟ هنضحك في المعزل، نجرب، شوف لنا فئة محترم كده يرى لنا كام صوره لينا. اهلا يا سليمان. اهلا سليم باشا، البقيه في حياتك يا اخويا. الله يبقى حياتك. تعال اقعد. اقعد ايه؟ وانا جاي اقعد؟ أنا جاي آخد العزا في المرحوم زي زيك بالظبط، وهاني كنت مناسبه زي ما أنت مناسبه بالظبط. العزا خلص وانتهينا يا سليمان. ولا الواحد لازم يقوم بالواجب. الإذن. هروح آخد بخاطر الست أمك. شكر الله سعيكم، ما تجيبوش في حاجة وحشة. بقى في حياتك يا ست وشد حيلك. شكرا. والله ما تعرفي المرحوم قطع فينا قد ايه. يا سلام، الله يرحمه، كان راجل كمل يتحط على الجرح يطيب. اي والله صحيح، انا مش هنساله يوم ما كرشني من سرايه الاستحضار. ايوه، وهو اللي خلى الامور بيني وبينك تتطور للطلاق. خلاص يا عمده، خلاص يا عمده، من فضلك روح اقعد مع الرجاله. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله. روح يا جوز عمتي اقعد مع الرجاله. وهو فيه رجاله اكتر من عمتك وصيفه؟ ما هي قاعده جنبها. ايه دي؟ ايه دي؟ زهره؟ انت يا بنت اللي جابك هنا في البيت ده؟ بتعمل ايه؟ ايه دي؟ ايه يا سليمان ده؟ ما هو خالها. صحيح، ايوه ده امك. الواحد باين انه اندهل خالص وتنيل على عينه. معلش يا بنتي انت. ايه يا زفت اللي انت عملتيه دي؟ انت ازاي بنت تعمليها من ورايا تاني مره وتروحي تتجوزي من ورايا في ايه؟ ما انا قايله لك يا حاج، انا مش كلمتك في التليفون وقلت لك ان حازم لازم يسافر ومضطرين نتجوز بسرعه؟ ايوه قلتي لي. بس ايه مين يعني يطلع حازم ده؟ تعال اعرفك بيه. اهلا 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 وسهلا يا سي حازم. ما تاخذنيش يا مزيج هانم، يمكن الفرصه مش مناسبه، لكن فرصه عشان اكلمك في حاجه مهمه. أنا فرحان انني شفتك. اي أيوة والله. بس ايه دي؟ ما يصحش تتعرف عليا لوحدي، ده احنا عيلة كبيرة. عزوة، اتفضل اتعرف بوصيف هانم وفاطمة هانم. تعال يا راجل تعال. مش خلاص كده يعني؟ عندك حق، انا همشي، بس كنت مستني اخد الباشا معايا. مش ده اللي انا اقصده. امال تقصد ايه؟ زهرة اتجوزت حازم يا علي، يعني ممكن تنزل تكلم مراتك وتصالحها عشان تتفرغ للأهم. شيرين مصممة على الطلاق يا عادل. حتى بعد ما عرفت ان زهره اتجوزت صممت اكتر. متهيألي المساله محتاجه محاوله كمان. اوكي، انزل دلوقتي اعمل محاوله قدام باباها ومامتها. تحب تيجي معايا عشان تبقى شاهد؟
شاهد ايه يا علي؟ هي قضية؟ لا بس عايزكم كلكم تعرفوا اني حاولت لاخر لحظة. مش لازم تثبت لنا حاجة، المهم انت عايزها ولا لا؟ المهم يا حضرة المخرج الفنان انها تقتنع ان مش بصالحها عشان زهرة اتخلت عني لتاني مرة وراحت اتجوزت، هي دي العقدة. علي انا هنزل افوت على شيرين دلوقتي وعايزك معي. قوم ايه ما طولش عليك. واني انا قلت في عقلي بالي النفس يعني افرض يا سليمان ان البت دي طلع كلامها صح. اي والله يا نازك ما هو ممكن. طيب اعمل ايه هاني بقى؟ ارمي لحم كده يعني وده يرضي ربنا؟ يبقى حرام ولا مش حرام؟ ده يبقى حرام والله اكبر حرام حتى كمان يعني. مش وقته يا جوز عمتي، احنا جايين ناخد بخاطر الست نازك وزهره. ليه يا فاطمه؟ ما تسيبيه يحكي حكايه الخيبه القويه اللي صابتنا على اخر الزمن. ايه 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 يا ولية ايه؟ خيبه ايه؟ خيبه؟ اديك ستين خيبه، اسكتي انت اسكتي. وانت عشان ما خلاص ما عدتيش تخلفي وقطعتي الخلفه ونشفتي وبقيتي عامله زي الارات البور، عايزه كل النسوان بقى. مش كده يا حاج، مش كده. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي وفي ظرف زي ده. يلا بينا يا باشا، ادينا عملنا الواجب. شكرها قوي يا وصيه هانم. شكرها يا مدام. شدي حالك يا نازج هانم، و والموضوع اللي كلمتك فيه سيبيه عليا. ايوه يا فاطمه ارجوكي، ان ده الحل الوحيد عشان اخد حق من حقوقي. انتوا بتتوشوشوا كده زي ما تكونوا تعرفوا بعض بقالكم زمن، وماله؟ ما هي فاطمه بنت اخويا شاطره ومخها نور من صغره. يلا يلا يا فاطمه، يلا يا سليمان. نازمة، انا رايح مشوار صغير مع اهلي كده وراجع على طول، ولا تحب اسيبك تستريحي؟ لا لا، هستناك يا سليم. وانا كمان يا بابا استني. زيكم يا رحمة، تعالى لاني هدايا خبر حلو قوي. بيا في حياتك يا فندم. حياتك الباقية. بيا في حياتك يا زهر يعني. حياتك الباقية يا استاذ علي. قوم اول ما شفتك انا فرحت، عشان هقول لك حكايه هتفرحك قوي 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 وتشرح صدرك كمان. انا مش فايق لهالفطه يا سليمان. هالفطه ايه؟ بارك لي، مش ربنا سبحانه وتعالى اراد يرزقني بولد؟ ازاي؟ يرزقك بولد ازاي يعني؟ استغفر الله العظيم، ايه ازاي؟ انت هتعترض ولا ايه؟ اراده ربنا. قال الحمد لله دلوقتي بقيت اب من اول وجديد يا سليم. مبروك يا وصيف هانم، ألف حمد لله على السلامة. أصيف إيه وخيبة إيه؟ هي دي تعرف تخلف ولا تلين؟ دي بقت زي البقرة العائر خلاص. لا ده الولد دي من جوازتي الأخرانية. أيوه الشغالة مش كده؟ شغالة ولا بطالة؟ المهم إن الولد ابني. متأكد؟ يلا يا علي. إيه اللي يلا علي وإيه اللي قالوا لي؟ إيه متأكد دي؟ إيه الراجل ده أصيف المتأكد دي؟ ما يقصدش حاجة يا باشا، يقصد يبارك لك. الله يبارك فيك يا سليم يا حبيبي. طب قوم يلا بينا نروح بقى، وكفاية لحد كده. ايه؟ والحمد لله ان احنا مش في البلد، كان العيال اتلموا حواليك. امال فين الولد بليجي؟ يا بليجي! انت هلا يا سيف تبليجي! ايه يا باشا انا اهو؟ انت فين يا هلا؟ حنيف يا باشا اشيلك؟ تشيل من جتك جنيلة خيبة لما تشيلك، ما تحش. استنى بشوف الست ام عادل، لازم برضه نعزيها عزا خصوصي يعني. زهرة بقول لك ايه؟ وبقي هاتي جدع سواء الطياره دي اللي انت متجوزاه، وتعالوا خليه يجي يتقوت وياكل لقمه حدامه بكره. الباقيه في حياتك يا ست يجي على اخر الاحزان، ما نجلكيش في حاجه وحشه. سلام عليكم. ساتر يا رب يا ساتر يا رب، الراجل ده مش عايز ينساني ابدا. الشويه اللي جه قعدهم نرفزني وعصبني على الاخر. معلش يا ماما، قومي انت بقى غيري هدومك واستريحي، انت ما نمتيش من امبارح من ساعه ما خدتي الحقن. استاذن احنا بقى يعني. ايه ده؟ انتوا هتسيبوني كلكم ولا ايه؟ معلش يا ماما، ما هو حازم لازم يسافر بكره، تصبح على خير. وانا مش هسيبك. وانسى ابوكي الكل يا حبيبتي، خالتك ام رمضان معاكي، ما تحمليش هم ابدا طول ما انا عايشه. يا ربي يا ربي ارحميني بقى، انت مش هتتغيري ابدا. قدامي يلا على جوه. ساعديني اغير هدومي. سلام بقى. هترجع بسرعه مش كده؟ بمجرد مجمع الادله الكافيه، مين عارف يمكن اجيب معايا دليل قاطع. انا مش عايزك تسيبي علي يا شيرين. علي هو اللي سابني يا انكل. انا اللي وصلت انك انت اللي طلبت الطلاق.
ومصر عليه. طب ازاي بقى؟ مش شرط لطالب الطلاق يكون هو اللي عاوز يسيب، ممكن يكون بيحاول يحافظ على فاضل من كرامته، وممكن يكون يئس بعد ما اتاكد ان التاني فعلا سابه، هجره بمشاعره وعواطفه. انا فاهمك يا بنتي، انت تقصد حكايته مع زهره. الحكايه دي يا شيرين. سوري يا انكل، دي مش حكايه. الحكايه لما بتبقى في الماضي، الحكايه لما تكون شيء انتهى وخلص، واللي بين زهره وعلي لسه ما انتهاش جواه. زهره اتجوزت امبارح يا شيرين. خلاص اتجوزت مره قبل كده، وعلي اتجوز، بس الجواز مش دليل على ان اللي بينهم انتهى، بالعكس ده دليل على ان اللي بينهم اقوى من اي علاقه، حتى لو كانت علاقه جواز. خساره. شوف يا شنين، انا في عمري الطويل ده عرفت ستات وبنات على كل شكل ولون. البنت اللي تجمع بين جمال الشكل ورجاحه العقل بتبقى شيء نادر، صدفه. انا شفت اتنين استثناء من القاعده دي، نجاة بنت عبد الفتاح سلطان، وانت يا شيرين. متجوزين ومعاشرين بعض بقالكوا السنين دي كلها ومعرفتهاش؟ ولا هي عرفتني يا عم. يبقى خلاص، بدل ما ندور ونلف وندور ونحقق ونشوف مين اللي معرفش التاني، كل واحد يروح لحاله. واحده واحده يا سيف اوزي، المساله مش قطم خيار. علي وبابا جايين يتفاهموا. وماله ومانا يا شفيق، نتفاهم. شوف يا علي يا ابني، مؤخر الصداق مكتوب في العقد، نفقة الموت. جرى ايه يا سي فوزي؟ هما جايين يتكلموا في طلاق. امال جايين يتكلموا في ايه؟ يا عم احنا جايين مدين ايدينا عشان نربط ما نحلش. طب افهمها دي بقى، منين ما عرفتوش بعض وما فهمتوش بعض، ومنين هتصطلحوا وتواصلوا حياتكوا سوا؟ نبتدي من جديد، نحاول نعرف بعض اكتر، واللي حصل ده ممكن يكون درس يفيدنا. الكلام ده من نفسك ولا بضغط من الباشا؟ بتهيألي انا كبير كفايه واقدر اخد قراراتي من غير اي ضغوط. يبقى كان لازم تقعدوا انتوا الاتنين بس سوا وتاخدوا قراراتكم. يا سي فوزي، ده اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، وهما لقوا الحرس رد قدامهم. انا بحاول الم اشلاوي يا بنتي. ابني انفجر على نفسه وشظاياه اتبعترت. لجوء زهرة ما هوش حب قديم فضل صح جواه زي ما انت فاهم. ده رد فعل من اثار الانفجار. شاذية، اديك شايفه اللي حصل، انهيار المشروع الكبير، قضية في محكمة القيم، وقضية في محكمة الجنايات، وفلوس وممتلكات تحت الحراسة. لو انت معدنك رخيص كان يبقى لك ألف عذر لما تسيبيه، لكن انت معدنك سمين كريم. بحبه يا عمي، بحبه قبل الاعتبارات التانية، قبل الواجب والقيم والمبادئ والتربية. أنا بحب علي يا عمي، بس المشكلة مش في أنا، المشكلة فيه هو. أنا ما بحبنيش. ده بس اللي أنا عايز أسمعه. تعالي معايا. أستاذ شاذ، شفيق أهلي. شيرين حسبت المشكلة، الدور الباقي على الأستاذ. مش فاهم يا باشا. بنتك بتحب جوزها. عارفين يا باشا، ما قلناش حاجة. إنما المسألة إن الحكاية ولا مسألة ولا غيره. أرجوك يا هم، أنا عايز أسمع علي. شيرين، أنا عارف إن أي كلام هقولهولك مش هيقنعك، بس أنا هقولك حاجة أبسط من أي كلام كبير عن الحب أو أي حلفة أنا هلفهولك. اعتبريني مريض ومحتاج لك تمرضي. مش هينفع يا علي، صدقني مش هينفع. استني يا شيرين،
بعد اذنك يا باشا دقيقه وهجيبها حالا. بلا دلع فارغ. شيرين عندك. سيبي بنتك في حالها، ما تتعبيش اعصابها اكتر من كده. متاسف يا باشا، متاسف يا باشمهندس. مش حلو عليك، حتى نزلك حزين. العنزة تسلم سلامة. وانت؟ أنا إيه؟ كنت بتقول لأهلك؟ راح إزاي يا باشا؟ قضيتين وخلص محامين. تلاش يا باشا، عندي مشاكل تملى وقتي كله. اسمع يا علي، أنا فتحت لك حساب جاري في البنك. مش محتاجة يا باشا. أنا مصر المرة دي إني أقف لوحدي من غير ما حد يسندني. الضربة اللي ما بتقتلش بتقوي. وأنا مصر أطلع من المحنة دي أوي. أنا هكون أسعد الناس بيك يا علي. أشوف وش الخير يا علي. بابا. سامحني. أسامحك. عفوك هو الحساب الحقيقي اللي عايزك تفتحه لي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله القران الكريم. لا اله الا الله. يا لهو يا انيسه، ايه ده؟ نومة اهل الكهف. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا قلب عمتك، يا قلب عمتك، يا مجرم يا مجرم يا وحش. ازيك يا ودي علي، وحشتني قوي يا واد. ازيك يا حبيبي، سالت عليك العافيه يا حبيبي. انا كنت هجيب انسه ونجي لك بكره والله يا حبيبي. وحشتني يا عمتي. ازيك يا حبيبي، الحمد لله. شفتي يا أنسة؟ أنا كنت بقول لك إيه قبل ما ننام؟ أهو جه لغاية عندنا. ماما، ألاقي بجامة قديمة من بتوعي أنام فيها. جامة قديمة؟ هو أنت هتبات معانا هنا؟ يا حسني عليكي يا أنسة، الواد هيلبس البيجامة وينزل يسهر بيها. اسكتي بقى، بركة اللي رجع، مش كده يا علي؟ أيوة يا عمتي، رجعت. رجعت يا ماما. مش هسيب بيتي تاني أبدا. يا حبيب أمك. ماما! أنيسة! غلب النوم يا حبيبي، هو ماسك إيدها. طب ما صحيحة جايين يرتاح في أوضته. مرضيش يا حبيبتي، ما هو على يدك اهو من ساعه ما مشي الدكتور وانا عماله اتحايل عليه مش راضي خالص. طبيعي يا ست الحاج، انا لو مكانه هعمل كده. لا ده انت اللي اتعذبت معانا عذاب الليله دي بقى. انت تروح تنام لك شويه، يلا قوم امشي. ماشي، مش لازمكم اي حاجه لحد ما ارجع لكم بعد الظهر. يعني لو ما فيهاش تعب. تعب ايه؟ انت تأمري. اصل عباس راقد في البيت تعبان ومعانا فاتح المكتبه، فقلت يعني ابقى فوت اخدهم منه. تفوتي عليه ازاي وهو قاعد لوحده؟ انا همر عليه واجيب لك مفاتيح. حلو يا بنت، نشفة دماغك عليه ليه يا كوب؟ احنا في ايه ولا في ايه يا ست الحاج؟ احنا في اللي احنا فيه يا بنت. تعالي تعالي جنبي هنا، تعالي تعالي اقعدي احكي لي بقى. يلا اقعدي احكي لي بقى. ايه ده؟ يسر لجنة الحزب الوطني الديمقراطي بالضرب الأحمر أن تدعو أهالي الحلمية الكرام لحضور المؤتمر السياسي بمقر اللجنة، حيث تعقد ندوة كبرى عن مشكلة طابة، تأييدا للوفد المصري في محادثات التحكيم، وذلك بمناسبة قرب إعلان الحكم. عاشت مصر،
عاش الرئيس حسني مبارك. كل الإذاعات اللي بسمعها في الراديو معلم بتقول إن الحكم هيطلع في صالح مصر وطابة هترجع. لازم يا فاروق لازم، مفيش شبر من بلدنا هيفضل في إيدين غيرنا. إنما قول لي يا سبحان، هي طابة دي مهمة قوي للدرجة دي؟ ده بيقولوا حتى إن هي صغيرة قوي، يا دوب كده قد شارع الحلمية. لو قد بلاطة حتى، حقنا ولا لأ؟ أنا فاهم دي يا سبحان، ومش بتكلم عني نحن، أنا بس مستغرب ليه اليهود بيتحكموا فيها بالشكل ده؟ واهميتها ايه بالنسبه لهم؟ هي دي عادتهم يا فاروق، يتلككوا على اي حاجه، يتسنكحوا على العالم ويلقحوا جتاتهم، يمكن يلهفوا اي شيء. طب هم عارفين ان الطبقه دي بتاعتنا، وعارفين ومتاكدين ان المحكمه هتحكم لصالحنا وانهم ماشيين، انما يقولوا بقى نفضل متنحين ومتصدرين كده على الاخر عشان ناخد قصادها اي حاجه، أو يمكن المصريين يفوتوا قصادها أي حاجة. ده بعدهم، والله لو ما مشوا بالذوق لنمشيهم بالعافية زي ما حصل في حرب أكتوبر. بالظبط، وهي دي السياسة اللي ماشي عليها الرئيس حسني مبارك، مستحمل رزالتهم قوي، مطول باله عليهم للآخر، عارف إن الحرب مش سهلة مش لعبة، وما دام يقدر يحرجهم قدام العالم كله وياخد حق بلده بالقانون يبقى خير. فاهمني؟ إلا فاهمك يا الحاج. تعرف إيه الفرق اللي بينك وبين الحاج زينهم الله يرحمه؟ إيه يا ضم؟ الزمن والأوان. بس هو لو كان عايش كان قال اللي أنت بتقوله. الله يرحمه ويحسن إليه. تعرف يا فاروق، أنت لو كنت شفتني في دمياط في 56 و67 كنت لقيتني بعمل اللي بيعمله المرحوم زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا سحاج. أهلا يا طاهر يا ابني، اتفضل. طمنا يا طاهر، ست أنيسة أخبارها إيه؟ الحمد لله، كانت غيبوبة سكر وفاقت منها، والباشمهندس علي ما بيفرقهاش لحظة. طب عالي الحمد لله. آخر النهار هاخد الست أم خالد ونروح نزورها. بتدور على مين يا أستاذ؟ لا مؤاخذة يا سحاج، ما شفتوش الواد عباس صيام، أصل رحت له بيته ما لقيتوش. لسه كان هنا من شوية. حتى الحاج ندهله وكان بيكلمه على المدعوء اللي بيتعطاه ده. مصيبه واتحدفت على البلد من كل ناحيه يا اولاد. وبا مش مخلي. تلامذه وصنايعيه وشباب زي الورد. اللي معاه فلوس بيديها بودره والتعبان بيديها ماكس وبرشام. طب ما قالكوش راح فين يا فاروق؟ فيني لمحته كان رايح المكتبه يفتح. اصلا انا لمحت المفاتيح في ايده. طبعا اذنك يا محمد. ما كنتيش بتاخدي الدواء ولخبطتي في الاكل؟ الدكتور قال كده. دواء ايه واكل ايه يعني؟ انت بتصدق؟ ايوه بصدق. انت عملت بصحتك يا معلم. غلاوتك عندي حبيبي. انا سرقت من الفرحه لما سمعتك بتقولي انك رجعت لي تاني وهتعيش معايا على طول. صدخرت يا معلم. الواد سرقني. معلش يا حبيبي، اللي فاضل قدامك اكتر كتير من اللي راح. بس خايف يا ماما. ما تخافش يا حبيبي، ان شاء الله هيبرقوك. وده اللي انا خايف منه. خايف بعد ما تنتهي الأزمة هرجع للي كنت فيه. يمكن وأنا تحت تأثير الضربة اللي انضربتها أحس بالندم، أعترف لنفسي إني شردت وجنحت وأجرمت كمان. لكن بعد ما تنتهي المحنة اللي أنا فيها دي، إحساسي بالانتصار عليها رجعني لغروري وجموحي من جديد. عارف يا علي، لو ما كنتش قلت لي الكلام ده كنت هخاف عليك قوي. لكن الكلام اللي قلته يا حبيبي بيقول لي انك خلاص خفيت
وطبت يا علي وهترجع تاني يا علي ابني القديم اللي ما كانش فيه أطهر منه أبدا. يا ريت يا ماما لا خليك انت يا ناه ده عمك الحاج برغام اصلا كنت قايله له كلمني من السعوديه. الو ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا الحمد لله الحمد لله حجزت بكره ان شاء الله الظهر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا هو يعني ربنا الحقيقه ما قدرنيش اروح الشقه اكملنا انيسه بعافيه شوي بس باذن الله النهارده هروح باذن الله باذن الله باذن الله عاوزك طيب لا اله الا الله. ما وضبتش الشقه لسه ومفروح النهارده ان شاء الله كده اروح اهويها واوضبها. كان بيسالني عليها يعني واخدين شقه بقى في الهرم يا ناهد ايه كامله من مجاميعه. هتسيبيني يا حاجه؟ يا بنت مش هروح اقعد مع جوزي ولا ايه؟ بقول لك يا ناهد بصي بقى انا عايزه اكلمك في موضوع كده. خير؟ ايه رايك لو تجيبي بعضك كده وتجيبي حاجتك وتيجي تقعدي معانا؟ اولا هتونسيني، الحاجة التانية إن الشقة قريبة من الجامعة، وبعدين عمك الحاج ده يعني راجل كبير قد والدك كده ما تخافيش يعني. أهم حاجة بقى في الحكاية كلها إن يعني إيه علي هيجي يقعد مع أنيسة وإنتي شابة. فاهمة يا حاجة؟ فاهمة. كتر خيرك. بس اللي بتقولي ده مش حل. مش هفضل طول عمري أتنقل بين بيوت الناس. أنا هرجع القاهرة. حنيت لشلة زمان اللي كانت هتضيعك؟ لا يا ماما، أنا هرجع عشان مستقبلي. مفيش كلام من ده، ومفيش رجوع للقاهرة أبداً. استني بس يا نور، نشوف قصده إيه. تقصد إيه يا ابني إنك عايز ترجع القاهرة عشان مستقبلك؟ أنا عايز أدخل الكونسرفاتوار وأتعلم موسيقى يا بابا. إيه؟ موسيقى؟ سيت امبوسيبل. ليه يا ماما؟ الموسيقى دي هواية. واحنا سيبناك تلعب على الساكس عشان ما نحرمكش من هوايتك، لكن حياتك كلها مستقبلك مش ممكن. يا نورهان يا حبيبتي، ده انت فنانه. انت ياما قلت لي قبل كده ان لو رجع الزمن بيكي للبدايه كنت درست الفن وكرست حياتك كلها له. انت بتشجعه يا سليم؟ انا مش مصدقه. ده احنا لسه قريب كنا بنتكلم في الموضوع ده، وقلت لي انك بتتمنى ان سول يدرس طب ولا صيدله ولا. يا حبيبتي امنياتي انا وانت حاجه، واحلام هو لنفسه حاجه تانيه خالص. هو ده الاهم. دلوقتي في سؤال عايزك تجاوبني عليه بصراحه. انت فكرت في قرارك ده كويس؟ يعني واخده عن اقتناع ان الموسيقى هي مستقبلك فعلا؟ بالتاكيد يا بابا. يعني ملوش علاقه بباكنجهام؟ لا باكنجهام ايه؟ لا 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 مش هي برضه؟ لا ممكن افهم انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ هي برضه قررت تدرس الموسيقى وتدخل الكونسرفتوار. اه بس انا انت ايه يا انا مش هزنق عليك اكتر من كده. خلاص مفيش مانع تجري ورا قلبك شويه، بس اللجان يفضل في ايدينا عقلك. مفهوم يا ولد؟ مفهوم؟ مفهوم يا بابا. انا اذنك انا هرجع. هو ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. جبت ده منين؟ احنا مش قايلين مفيش سيجار من يوم العملية؟ نفس واحد يا نور. ايه اللي فكرك بيه؟ طب رد على التليفون وبعدين ابقى حصلين على التراس. الو؟ يلا شم المزاج للأسف. كل الأولاد طالعين زواقين.
حد. حتى العقود الصغير. الان زوا حلو بتاع البنت لذيذة. والله كبرت يا سليم. كبرت ايه؟ قول هكعت. المفروض دلوقتي الواحد يستقر في القاهرة. ولاد التلاتة يبقوا حواليه. سليم. ايوه. انا كنت بقول ايه؟ نسيت. أنا كنت بكلم نفسي. الحكاية دي بقت بتتكرر الأيام دي كتير. وإيه ده اللي اتكرر؟ فين اسمه إيه؟ بتاع ده سليم. المفروض الدكتور يشوفك. أنا مفيش فيها حاجة، أنا كويس خالص. المهم سمحت سيبيني الواحد شوية. أنا اللي نسيت. طلعت على التليفون. الله الله الله. امتى حصل الكلام ده؟ مين قال لك؟ طب اسمع يا طلعت، انا لسه واصل من مصر وتعبان مش قادر اسافر تاني. اذا سمحت روح انت بدالي وقول لها الف سلامه ليها، واقعد مع علي وشوف اذا كان لازمهم فلوس او عايزه تروح مستشفى كبير. يعني المهم اعمل اللازم كله. متشكر يا طلعت، مع السلامه. مين اللي تعبان يا سليم؟ دي اسمها ايه؟ خالة علي. أنيسة هات السيجار بقى. مفيش تدخين نهائي. شاكرين يا طلعت بيه، اتفضل. بلغ بابا انها كانت قمة سكر وبقت كويسة. عموما يا باشمهندس انا عندي تعليمات من الباشا اني اكون تحت امرك في اي حاجة. وعادل بيه كمان طلب مني اني ابلغك نفس الشيء. ميرسي ليكوا كلكم. شرفت. قول لي يا طلعت بيه، أخبار المصنع الجديد إيه؟ أخبار عظيمة جدا يا باشمهندس. أنا واثق إنك لو شرفتنا وشفت بنفسك هتلاقي شيء يسعدك أوي. أكيد. إن شاء الله هتلاقي. وأنا هكون أسعد الناس بزيارتك. باشمهندس تسمح لي أتجرأ وأقول لك حاجة بصفتي صديق قديم للأسرة. طبعا اتفضل. قدام شوية بعد كل العواصف ما تهدى يا ريت تفكر ان مصنع الحلمية ده هو مكانك الحقيقي. حمسك يبقى سلم لي على اي سهالي. يوصل ان شاء الله. مع السلامة. الله، هو مشي؟ اصله مستعجل. يبقى الشاي ده بقى من نصيب حضرتك. هدي لنا كوباية شاي. لا شاي ايه ممنوع. حطي انا الشاي هنا. حاضر. الله، ما تسيبها وقت تاخد بق الشاي، مال السكر ومال الشاي. دي تعليمات الدكتور يا عمتي. ومن هنا ورايح بقى تعليمات الدكتور لازم تتنفس بالحرف الواحد. ايوه. الواد عباس سرق المكتبه وطفش. انا راجع من صلاه العصر. قلت افوت على المكتبه اقعد مع الست انيسه شويه. لقيت عباس فاتح الخزنه وبيلم الفلوس. سالته في ايه يا عباس؟ قال لي الست أنيسة تعبانة قوي وبعتوني ألم كل الفلوس اللي في المكتبة علشان المستشفى. صدقته. ولما قصدني أقعد مكانه لغاية ما يودي الفلوس ويرجع قعدت شوية ولسه الطاهر جه. طب ما نبلغ البوليس يمكن يلحقوه. لا 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 ماما، أنيسة رافضة حكاية البوليس دي خالص. أصل عباس ده غلبان وطيب وعمر ما مد إيده على حاجة مش بتاعته. دي قابلتي كانت تبعته الفجالة يستعضى لوازم المكتبة وكانت تستأمنه على فلوس بالألف والألفين جنيه. عمره ما خسر قرش واحد. هي الخزنة كان فيها كام هناك؟ 721 جنيه. أنا مصر مبلغ البوليس. معلش نستنى شوية. معقولة يا باشمهندس؟ ادخل. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. كده يا عباس؟ قفشت فين ده يا حاج؟ ومين اللي قالك؟ أنا لا قفشت ولا حد قال لي حاجة. بعدين أنت ما سبتني وبريد بشوية دخل عليا بيعيط وقال لي الحقني يا عم الحاج. الشيطان ضحك عليا مديت ايدي على فلوس المكتب. الفلوس يا سعلي ما نقصدش مدلين. اللي خلاك تفكر تمد ايدك على الفلوس دي يا عباس؟ انا اقول لك يا باشمهندس، باشمهندس علي البدري مش كده؟ ايوه. محسوبك علامي السماحي. سمعت عنك كتير يا حاج. وان شاء الله تكون معرفه خير. اسره الواد عباس ده مش حرامي ومش خاين. قص البلاوي كلها الهباب اللي بيتعطاه.
فكر يسرع عشان يشتري السم اللي بيجري في دمه وما يقدرش يستغنى عنه. لكن تعرف ايه اللي وصله لكده؟ اللي عملوه بهواته وبشوات الهباب والتهليب والتهبيش، واللي خلى جيوبهم مليانه بالملايين وجيوب الملايين مليانه هوا، خلى الدنيا ضلمه، قفل السكه في عين كل الشباب يا باشمهندس. حرسد ولو نفسهم قدام حاجه من الاثنين، يا يهربوا للمخدرات يا يهربوا لورا، مش قادرين يستحملوا العيشه اللي تمخوا للعقل وتحيروا. واللي عملوا توفيق ابن جوز خالتك واللي زيه انهم هربوا لورا او نطوا لقدام، نطوا قوي بره الدنيا نفسها، عشان في الاخره ربنا ينصفهم ويعوضهم بالجنه عن الدنيا اللي ما فيهاش عدل. اللي عملوا عباس بقى، اللي عملوا عباس واللي زيه هربوا للمخدرات، للسطل، للدنيا المغشوشه، عشان يحققوا في احلامهم اللي ما قدروش يطولوه في الحقيقه. لكن دول ودول يا باشمهندس لازم ينتهوا للعنف والجريمه زي ما انت شايف كده. انت ليه بتقول الكلام ده يا حاج؟ سبحان الله، مش انت اللي سالت ايه اللي خلى عباس يفكر يسرق؟ تحب اجيبها لك على بلاطه مغسوله واقولها لك كده بصراحه؟ انت واللي زي سعادتك. هات الفلوس عباس، عدي دول يا ناهد، تاخذنيش هندزه، معلش كان بودي نتقابل وظروف احسن من كده. لكن انت لو فكرت في كلامي حسب انا ما قلته مش هتزعل مني، وهتيجي تزورني في القهوه زي ما كنت بتعمل مع عمك زينهم الله يرحمه، وانا في انتظارك. كل كلمه قالها صح. انا مجرم فعلا، استاهل اتقدم لمحكمه القيم، محكمه الجنايات. هماشي المحامين الخمسه اللي هيدافعوا عني، هقف قدام المستشارين لوحدي اقول لهم انا ما عنديش دفاع، ما عنديش حيله اعمل بيها ثغرات في القانون عشان افلت. انا مذنب ومدان مستعد اسمع حكمكم. بالراحة على نفسك يا علي. كلام عن علام جايز يكون صحيح في مجمله، لكن كل حالة وليها ظروفها وتكييفها القانوني والضميري كمان. يعني أنت مش ممكن تكون زي عبد العزيز حلاوة مثلا؟ عبد العزيز حلاوة؟ هتكون عمل إيه اللي أنا عملته؟ لا، عمل كتير والفرق بينكم كبير قوي يا علي. أنت أخطأت مفيش شك، خالفت القانون ودست على اعتبارات مبدئيه وقيم كنت انت اول واحد مؤمن بيها، وكان في ذهنك انك بتبني قوه ومجد وجاه، وحتى كان انقلابك على نفسك مفهوم وله مبررات واعذار. لكن نموذج عبد العزيز حلاوه هو ده اللي بينطبق عليه كلام عم علام السماحي، لان حلاوه ما كانش بيخالف قوانين عشان يكسب، لا ده كان بيقتل ويسرق ويتاجر في المخدرات وكل الجرائم المباشره اللي عقلك يوصل لها. يعني انت بالنسبه له ملاك، طفل بريء وديع زي الحمامه البيضة. حلاوه هو الحوت الكبير يا علي، الحوت اللي براهن بعمري كله عشان اصطاده، وهصطاده والليله يا علي. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.